أكيد مع الانتشار الكبير لمصابي فيروس كورونا ويمكن تناقل المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي من الصحيح ومن الخاطئ، ودائما هناك نصيحة وحيدة هي الرياضة، لكن طبعا تختلف حسب الساعات وحسب التمارين وحسب الحالة المرضية. كل هالأمور اللي حنعرفها اليوم مع الدكتور جورج المعلم، كوتش ومدرب رياضة. سعد صباحك يا كوتش. سعد صباحك زينب، سعد صباحك ليا، صباحو يسعد سعد صباحك، صباحكم. اهلا اول وسهلا. شيء انا طبعا سعيد اني معكم اكيد بهذا النهار. ثاني شيء بدي اخبر خبريه بعتقد انه هي ايجابيه، ناخذ جرعه ايجابيه تخيلوا صباحيه سريعه. هو انه هذا الفيروس يعني طبعا اللي هو نحن ما فينا نقول انه هو اكيد كان خطير كثير، بس فيني اخبركم انه دراسات هلا الجديده الحديثه اخر دراسات عم بتقول لك ببلش مو يعني بلش خف حدته نوعا ما، منتشر وبعده موجود ننتبه بين قوسين، بس حدته بديت تخف للسببين. اول شيء كتغييرات تركيبته الكيماويه، اثنين زياده الوعي عندنا، وهي تلعب دور نقطه مهمه كثير 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 اللي هلا نحن بدنا نحكي فيها. زياده الوعي عند الناس، صاروا عندهم هذا الوعي الكافي انه فعلا هو هذا المرض، اذا نحن بنقدر بعض الاجراءات الوقائيه نتخذها انه نقدر نحن نخفف كثير من مشاكله او ممكن حتى ما ننصاب فيه نهائيا، وعم نشوف كثير هيك اشخاص. على كلين زائد بدي اقول معلومه كمان تانية انا حاكي فيها بالسابق بدي اخبر فيها، وهي انه كثير من الاشخاص بالذات الشباب، مرحله الشباب ومراهقين، بيقول لك انه نحن ما بتصيبنا هذا الفيروس او ما بصيبنا هذا المرض، لا بس بيصيب كبار السن فقط. بدي اخبر معلومه مهمه جدا انه لا ما بيصيب بس كبار الكبار السن، بيصيب الجميع بدون استثناء بما فيهم ممكن الرضع. طبعا بعيد الشر عن الجميع، بس نحن معلومه دائما مشان ما نظلم كبار السن. هلا بجوز كبار السن يمكن تكون حالات شوي اكثر، مو لانه هو بصيب كبار السن، بس نحن مثل ما بنعرف كل ما تقدمنا بالعمر ممكن يصير عندنا بعض المشاكل المرضيه، بعض مع سواء مشاكل امراض القلب او الشرايين او الضغط او السكر او الى اخره من هيدي الامراض، تخفف من مناعتنا فبالتالي ممكن تصيب. بس اما بين قوسين بصيب كل الاعمار وكل الاجناس، رجال وسيدات واناث والحلوين والبسيطين، بيصيب الجميع يعني بدون استثناء. تمام. يعني دراسات جديده كل يوم عم تتناقل كيف طريقه الانتقال، ولكن خلينا نحكي بمجال تقويه المناعه. نحن لانه بي فيروس وبلا فيروس لازم صحيح. مناعتنا تكون قويه. حكينا كثير بناخذ فيتامينز زنك والى اخره، ولكن صحيح. بالرياضه وبالغذاء الصحي هو اهم من اي شيء. تأكيد بكل تأكيد انحكى كثير عن هذا الموضوع، وبتمنى معلش يضل ينحكى بالذات بهالفترة لأنه احنا هيدا الوباء عايشين فيه. إن شاء الله يكون معنا شيء روتيني يعني حتى تماما تماما، يعني هو هذا صار هلا حديث، مو بس الحديث اللي بسميه أنا الكرة الأرضية. صح. فمو غلط، ودائما بتطلع دراسات جديدة، بس يعني الحمد لله الدراسات كلها اللي عم تطلع بتبشرنا وتخبرنا إنه رايحين باتجاه الأفضل بإذن الله حتى على مستوى القريب الأسابيع القريبة الجديدة. هلا نحن فينا نعمل حال طريقتين نتبعهم كلنا بدون استثناء، وبالطريقتين بسيطين وسهلين، وحاكي عنهم انا بالسابق ورح ارجع احكي عنهم اليوم وبكره وبعد بكره. عندنا طريقتين هن انه يساعدونا على رفع مناعه الجسم، لانه مثل ما بنعرف نحن اتفقنا دائما انه جهاز المناعه هو الخط الاول للدفاع عن الجسم ضد كل شيء فيروس او كل شيء ضد امراض. كل ما كانت مناعتنا عاليه كل ما كان بالتالي بيصيبنا المرض، بيصيبنا اي مرض ومنقرب وبصير معنا، بس اما بيمرق خفيف بيمرق بسيط ما بصير معنا هالمشاكل اللي كثير كبيره. هلا المناعه بكثير بيسالوا الناس طب انه كيف نحن ممكن نكتسبها؟ المناعه نكتسبها بطريقتين، اول شيء هي فيني اخبركم انه هي ممكن تكون خلقيه، يعني في ناس تبقى خلقيا مناعتهم عاليه. وبنشوفها ممكن ضمن العائله ممكن نلاقي اخين اختين، شخص عنده مناعه عاليه تلاقيه ما بيمرض. فعلا من النادر اللي نسمع انه مرض او قرب او رشح او او او، وشخص ثاني اذا ممكن حدا يعطس بغير غرفه ممكن هو يمرض ويقرب بنشوفه. بس هذا طبعا مو عذر انه ما نحن نشتغل على حالنا لنرفع من مناعه جسمنا، رح نرفعها بطريقتين بسيطين جدا حاكيين عنهم بالسابق رح ارجع احكي عنهم اليوم. اول طريقه هي الرياضه، التمرينات الرياضيه. مطلوب من الكل بدون استثناء بالذات بهيدي الفترة بالذات بهالظروف اللي احنا عم نمرق فيها انه نحن لازم نتمرن، لازم نعمل تمرينات رياضية. انا ماني طالب من الشخص الغير الرياضي او غير المحترف يكون بطل بهذه الفترة بلعبة معينة، اكيد لا. انا كل شيء اللي طالبه اقل الاحتمالات انه نحن نعمل حوالي 15 ل 20 دقيقة
يوميا، تمرينات بسيطة خفيفة للجميع بدون استثناء، ما في حدا عنده عذر. يعني نحن هون عم بلعب أنا رياضة، غير كفوائد الكتير كبيرة اللي معروفة، فوائد على مستوى الصحة الجسدية والنفسية والأمراض وإلى آخره، لا نحن بنحكي اليوم فوائد بشكل خاص على وباء الكورونا، على هذا الفيروس اللي نحن في 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 شو بيقولوا معركة أو حرب بيننا وبينه. هو بده ينتصر علينا، احنا ننتصر عليه؟ لا، اكيد بنقدر ننتصر عليه وبكل بساطه. اذا مطلوب من الجميع بدون استثناء، بغض النظر عن ظروفنا، بعض التمرينات البسيطه الخفيفه، ممكن مشي، بعض التمرينات ممكن ضمن المنزل مشان اللي بيقول لك ما عندي وقت او ظروفي تسمح لي او اطلع او فود او الى اخره. قولا واحدا مطلوب باللي كان يتمرن، واللي ما كان يتمرن هالفتره بده يتمرن، يصير عنده هال 15 20 دقيقه اللي حكيت عنها، مثل الاكل والشرب يعني، بس على القليله يمشي تماما بالبيت. يعني ما وكل موبايلاتنا عليها الخطوات او الستبس، يعني فيها هي بتحفزك انه اليوم مشيت 5000، اليوم مشيت 10000، يعني في كذا حافز، في كذا حافز. انا ممكن حافز بسيط، انا احط اسمع بعض الاغاني، بعض المعلومات، بعض الاخبار، بعض شيء، وانا عم بمشي وانا عم بعمل شويه تمرينات. بعدين ما بطلب هالاوقات الكبيره ولا بطلب الجهد الكبير، بالعكس تماما. بهالفترة هي نحن، أنا ماني طالب حتى الرياضيين المحترفين ننتبه، كل ما كانت حدة الرياضة قاسية أو جرعة تدريبية كبيرة، كل ما خفت مناعته. أكيد، بكل تأكيد. هذا كنت بدي أسألك، في كتير من الرياضيين بيقولوا أنه لا، جسمنا قوي، جسمنا رياضي، ما رح يسيبنا كورونا، وعم بيروحوا يمكن فترة أغلقت يمكن النوادي صحيح الرياضية. صحيح ولقيناهم عم بيروحوا، عم يتجاوز الموضوع، تمام، عم بيروحوا. تمام. خلينا نحكي بس عن هاي النقطة، أنه الجسم الرياضي خاصة اللي بياخد يمكن البروتينات والمتممات الغذائية، وكمان علي ممكن قعد بالبيت، كيف في أنه يضل محافظ على لياقته؟ هذا الحكي مو دقيق 100%، اذا انا رياضي وصحتي جيده ما انصاب بهذا الوباء، لا بنصاب مثلي مثل غيري، بجوز احتمالات تكون اقل شوي ممكن، بس بنصاب بين قوسين، بنصاب ما نستقوي بحالنا. وسمعنا رياضيين وسمعنا ابطال وسمعنا كذا انصابوا، وفي بعض الناس يمكن توفت كمان، صح. فبعيد الشر عن الجميع، بس اما بيصاب الجميع، بس اما الرياضي بقى عنده مناعه اعلى لسبب بسيط اللي هلا كنت عم بحكي عن الرياضه، من اهم الطرق اللي بتساعد على رفع مناعه الجسم طبعا الرياضه المستمره المنتظمه. يعني مو انا تمرنت لي يومين او ثلاثه او اسبوع اعتبرت حالي انا رياضي وصار عندي المناعه الكافيه، لا اكيد. هو المفروض الرياضه بشكل عام تكون هي ثقافه حياه، يعني تكون مساله على مدار العمر، لا هي شهر ولا شهرين، لا بدايه الصيف مشان احيف حالي شوي قبل الصيف وما بعرف شو، لا تكون هي شغله يوميه بالحياه، مثل الاكل، مثل الشرب، مثل اي شيء. تمام. بالنسبة للرياضيين، ايه بالعكس، انا بشجعهم انه يضلوا مستمرين، برافو، ما يقطعوا، حتى لو كل فترة بيصير اغلاق للصالات، ممكن قرار صائب، انا بعتبره قرار صائب 100%. هلا عنا مشان ممكن تجمعات، ممكن ايه، لا بصير تجمعات، ولس للاسف يعني. للاسف اهمال واستهتار بعض الرياضيين او بعض الاشخاص، صح. يعني انا عم بحكي بتجربتي، بحكي بالمركز عندي، في كثير اشخاص لحد هلا مثلا انا بدي اقول له انه ليش مو حاطط كمامة، او حتى ليش مو جايب منشفتك، او ليش مو جايب معقم، بتحسي كانه قلتي له كلمه، كانه بعد في استهتار. تماما، استهتار كبير. نقطه كثير مهمه، كل حدا عم يتابعنا وهلا عم يعاني من فيروس كورونا وعامل حجر بالبيت، اكيد. نحن بنعرف انه هو بيضرب الجهاز التنفسي، نحن بنعرف انه هو بيهد الحيل، كيف فينا نحن خلال الاصابه بفيروس كورونا انه نحن نرجع نجدد نشاطنا، تمارين النفس، كيف فينا نحن ما تخلينا ندبل او بدي خبر هيك. بدي خبرك شغله مهمه، معظمنا نحن بنعتبر انه هذا الفيروس بيصيب الجهاز التنفسي، انه خلص ما دام انا جهاز تنفسي ما عندي مشكله فمعناته انا مو صايبني، لا، ما بالضروره ابدا، ممكن يصيب اماكن ثانيه بالجسم، ممكن الجهاز الهضمي، ممكن الجهاز العضلي. فلهالسبب في اشخاص جهاز تنفسي عنده ما عنده اي مشكله، بس بتلاقي عنده وهن وتعب رهيب، ممكن يكون منصاب بهذا الفيروس، وسمعنا كثير هيك اشخاص. بس نحن بشكل عام الاغلب عم بيصيب الجهاز التنفسي، الاغلب باعتبار عالميا، تمام، باعتبار بينتقل عن طريق جهاز التنفس، فاول منطقه او اول مكان للاصابه المعرض للاصابه هي جهاز التنفس، اكيد بما فيه الرئتين والى اخره. هلا نحن بهيك طريقه اكيد الشخص المصاب، بدنا نعتبر شخص مصاب وعم ياخذ ادويته وعلاجه تحت اشراف الطبيب طبعا، مو من تلقاء نفسه. نحن شاع الفترة للأسف، يعني أنا سمعتها كثير، إنه بعض الأدوية معينة مكتوب أساميها، ما راح نذكر أساميها، إنه أي شخص انصاب يقعد بالبيت وياخذها.
هذا الحكي مرفوض تماما 100%. حتى على مستوى الفيتامينات والمعادن ما باخذها من تلقاء نفسي، انه خلص خد فيتامين د، خد زنك، خد فيتامين سي وخلصت القصه. لا لا، المساله اكبر من هيك. بهيك حاله ممكن بالاحوال العاديه انا اوكي بقدر اخذ فيتامين سي بدون اي مشكله، ما له التاثيرات الجانبيه الكبيره اذا انا ما بعاني من اي شيء، بس بحاله الاصابه لا، في له مشكله. فطبيب بين قوسين هو اللي بيقرر هذه المساله. انا بنصح الاشخاص اللي انصابت الله يشفيها ما يستسلم لانه خلص هو قاعد اوكي، بيكون مفروض عليه نوعا ما حجر ببيته بغرفته الى اخره، بس هذا الشيء مو معناته انه هو مستسلم خلص قاعد ما لا بقوم ولا بقعد ولا بتحرك ولا شيء، لا ابدا، هيدا الحكي مرفوض. قدر الامكان انا بطلب منه يقوم بعمل بعض الحركات البسيطه اني ما تاثر، الا بحالات معينه لما تكون الاصابه متطوره كثير كبير، هذا ممكن حاطط جهاز تنفس، ممكن حاطط اكسجين، ممكن شيء، هذا موضوع ثاني. بس اما 80% من الناس بنشوفه نحن خصوصا اللي انصابوا، اللي كانت اصابتهم يعني نوعا ما مرقت على خير، او قعدوا اسبوع 10 ايام بالبيت، بقدروا يقوموا شويه يعملوا شويه تمرينات اول شيء مشان ما نشعر بهالكسل والاهمال والتعب والانهاك اللي بده يصيب جسدي. اثنين، مشان ساعد قدر الامكان اني احسن من المناعه الجسمي قدر الامكان بهيدي الفتره. مو مطلوب مني بهيدي الفتره، انا مطلوب مني بالسابق كون انا عم اشتغل على هذا الموضوع صح. اكيد نعم. بس اما نحن يعني اي شيء احسن من لا شيء، يعني انا بقول اي شيء احسن من لا شيء. نعم. خلينا نحكي كمان كوتش، يعني في كثير من الناس كانوا ملتزمين بالرياضه وظبطوا اجسامهم وخاصه الصبايا والشباب، واجت فتره خلينا نقول الحجر المنزلي اللي ممكن خربطت شوي نظام الحياه. ممكن. اليوم نحن بنعرف انه 70 كل نظام صحي هو 70% غذاء و30% رياضه صحيح. فخلينا نحكي اليوم كيف فيهم من ناحيه الغذاء والرياضة، الرياضات اللي ممكن تحافظ على شكل الجسم الممشوق والبسيطة، يعني هلا بنعرف في تمارين ممكن تنعمل بالبيت، سكوات، مشي، الجري، يعني خلينا نحكي عنه. طيب اوكي، رح احكي عنه هلا. نحن اكيد معظمنا نحن طبعا هيدي مشكلة انا بعتبرها مثل ما تفضلتي، انه خصوصا بداية الصيف نبلش نرقد لنهتم باجسامنا، ننزل وزننا، سيدات او الشباب حسي من الكتلة العضلية عندنا، وهذا الحكي المفروض انه هذا الحكي يكون على مدار السنة دائما بشكل دائم وابدا. ماشي الحال، نحن نعتبر لأن نحكي عادي الشريحة من الناس انه اللي اشتغلت على حالة تعبت، عملت نظام حمية، عملت نظام تدريبي جيد، وإذا صار هالحجر ممكن سكرت الصالة اللي عندها، ممكن ما عاد زارت ظروفها. هلا أنا بطلب منها أول شيء نوعا ما هو معظم الصالات الرياضية معظمها فاتحة معظمها، بس انه ضمن إجراءات الوقائية، هذا موضوع ما في نقاش عليه أبدا أبدا. ما بنعتبر حالنا احنا ما رح نقدر نروح على الصالة، ما بدنا نحتك، خايفين على حالنا، خايفين على الاخرين، لانه دائما انا باكد على النقطه، انا مو بس مطلوب بخاف على حالي، بدي خاف على الاخرين. اكيد تمام، بالنهايه هي عمليه متبادله. فانا بطلب منه مثل ما تفضلتي زينب انه انا بعض الحركات اللي ضمن البيت الرياضي بيعرفها، يعني ما رح انا هلا اقعد اشرح له كيف، اكيد الرياضي اللي بيمارس الرياضه ولو مو لفترات طويله اكيد بيعرف 10 15 حركه ممكن احنا نعملهم ضمن البيت، من السكوات ولا تمرينات الضغط ولا تمرينات اللياقه اللي احنا بنسميها بين قوسين تمرينات السويديه، او يعني كلنا بنعرفها بدون اي مشكله نوعا ما. هلا ما راح اقول لك راح تكفي 100%، بس يعني اذا وفيت بالغرض بهالظروف اللي احنا فيه 50-60% بعتبرها جيده، طبعا مع الحفاظ على الحميه. الحميه رقم واحد، حتى انا بعتبرها هي الاساس، الحميه اهم شيء، الحميه مع انا ضلني محافظ على الحميه، بس انا مطلوب مني بهالفتره هيدي عشان مثل ما حكينا بالبدايه انه انا لا ارفع من المناعه الجسمي، لان احنا للاسف بنعتبر الحميه اني انا امتنع عن تناول الطعام. هذا خطا جدا، هيدي ما هي حميه، هي تجويع، هي سميها اي شيء بدك تسميها، بس ما هي الحميه. الحميه اني انا اعرف شو اكل، اذا انا خبير ممكن بدي احسب شيء السعرات الحراريه اللي عم ادخلها على جسمي، لانه المطلوب مني انا اخسر دهون الزايده اللي انا ماني بحاجه لها، وبالتالي اكسب كتله عضليه. حتى بالنسبه للسيدات نفس الحكي، لما بقصد انا بكتله عضليه ما هو الحجم العضلي، لازم تكون الحميه حتى ما يخف الوزن، قد ايه لازم تكون السعرات الحراريه ليخف الوزن؟ بيختلف من شخص لثاني، ما ممكن لتاني. نحسب يعني ما كل شخص له سعرات حراريه بيختلف بالنسبه لعمره، بالنسبه لوزنه، رجل غير الانثى، بالنسبه للكتله العضليه اللي عنده، يعني في عده امور. فكل شخص نوعا ما هلا ما شرط يكون عنده الخبره الكافيه الكثيره،
انه في عند اشخاص عندها هيدي المساله، بس هيدي اللي مهنتها هذا الموضوع. نحن عم نحكي بالعام بالجنرال يعني كحميه، انه انا دائما لما اكون مقصود بالحميه اني انا انزل وزني بالتدريج بحوالي الكيلو بالاسبوع من نعتبر، بغض النظر عن حساب السعرات الحراريه 100%، وخصوصا للظروف صراحه ما عم بتخلينا نقدر نحسب، لانه ما عم نقدر نتناول الاطعمه. نكون صريحين نكون واضحين في غلا، في ظل الغلا يعني أكيد. لما نعيش تماما كان عايش على الطون والسردين بالضبط. يعني احنا دائما لما بنسمع حميه، لما بنسمع حميه معناته نحن عندنا صدور دجاج، عندنا طون، عندنا سردين، عندنا ايه، صار صعب المساله كثير صعبه. فنحن لا بهالحاله هي انا بطلب من الشخص اللي يعمل حميه يخفف من تناول الطعام العادي اللي كان بيتناوله ضمن المنزل، باعتبار اكيد ظروفه ما راح تسمح له يتبع حميه 100% غنية أو قليلة السعرات الحرارية. نكون واضحين يعني واقعيين بالأحرى بهذه المسألة. فإذا الحمية هي رقم واحد. رقم اثنين بعض التمرينات البسيطة اللي حكينا عنها اللي معظمنا بنعرفها، وإذا ما بنعرفها فينا في عنا برامج كثيرة على التلفزيون، فينا بنشوف من طريق النت برامج وحركات. أكيد كلنا عنا إنترنت. نتمنى الصحة والسلامة لكل الناس، وبدنا نتشكرك على هالصباح. يسعد صباحك، شكرا كثير لك. يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك كوتش على كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها. شكرا لك.